كف الحيوانات الأليفة غير مسموح بها في مطعمنا؟ غير مسموح كما تقولين. حسناً، سأحضر شيئاً ليس حيواناً على الإطلاق. ممنوع الحيوانات وليس الحقائب. حقيبة، ماذا يوجد بها؟ أشيائي. إذن تفضل. أخيراً يمكنني أن آكل بشكل صحيح. من فضلك انصحيني بالذي الأطباق. لا داعي، سوف أخذ الأجنحة. ماذا يدرجك؟ الأجنحة لذيذة. هل تريد أن تأكل؟ صحيح، أنا أصلاً جائعة. شكراً جزيلاً، اعتقدت أنكم نسيتني بالفعل. حسناً يا صديقي، لنأكل بينما لا يلانا أحد. أمسك. هل هو لذيذ؟ اخترته خصيصاً لك. أولا، لقد اكتشفوا أمرنا. أعتقد أنه يمكنك خداعي. عرفت أنك على وشك فعل شيء ما. لا، من فضلك لا تأخذيني. ماذا سيحدث لدروجكو؟ ستبقى معي لفترة طويلة. دروجوك، ابحث عني. أين نحن؟ أعتقدت أننا في السجن. استوديو صور. أهلا بك، ستكون هذه الزنزانة منزلك لفترة طويلة. هيا استقر، ستعتاد على المكان. لا، كيف حال دروجوك؟ هل يمكنك وضعه هنا؟ إنه أيضا مجرم. لا، سوف تجلس بمفردك. لا دروجوك، سأموت بدونك. كيف يمكنني العيش بدونك دروجوك؟ لم نفترق أبدا، كنت دائما معي. سيموت من الجوع بدوني. ماذا يجب القيام به؟ أتمنى أن يساعدني أحد. ساعدوني. ماذا علي أن أفعل؟ لا أحد يسمعني. بالضبط، إذا لم يتمكنوا من سماعي يجب عليهم رؤية ذلك. رؤية رسالتي، أحتاج إلى كتابة ملاحظة. أي عابر سبيل سيتمكن من إنقاذ دروجكا؟ وسأدفع له الكثير. لا 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 لا. يبدو أنها رسالة. مثير للاهتمام، ماذا تعني؟ أحتاج إلى المساعدة، أنت صديقتي وأنا سأدفع المال. اتفقنا. أنا أحب عملي، يمكنني الجلوس بلا حراك طوال اليوم، أو يمكنني تعلم القتال. مرحباً، جئت لفحص طبي. أولاً أعرضي ماذا لديك في الحقيبة؟ لا، لسنا بحاجة لهذه الأنواع من الأطباء، اذهبي. ما زلت بحاجة للتحقق. إذا كنت لا تريدين لي السماح بالدخول، سأضطر إلى الاطمئنان عليك. مع هذه الحقنة الشرية، هيا اخلعي سروالك. أنت تعرفي، لا، من الأفضل فحص السجناء. يبدو مريضاً، اذهبي إلي. ها هو أيتها الطبيبة، تحققي منه. ماذا؟ نعم بالضبط، معدتي تؤلمني كثيراً. يبدو أنه مريض حقاً. لن أنزعج، حقنة شرجية هي مسألة شخصية. انظر أندي، أحضرت لك بطروج. آمل أنني لم أخطئ. ها هو دروجوك. إنه ليس دروجوك، هذه قطة. لقد أخطأت قليلاً، لكن لا تقلق، سأتي مرة أخرى. سوف تأتي، لكن عليك أولاً المغادرة. أنا أعاني من حساسية تجاه القطط. لا تخاف، لدي حقنة مع الدواء المناسب، سأعطيك الحقنة. لا تقلق من الحساسية. ليس ضرورياً، اذهبي خلف القطة. أنا سأصلح وضعي. الآن ينتظرني طعم لذيذ. من أين أتت القطة؟ كيف دخلت المبنى؟ علي أن أطردك، أنا آسفة، هي غادري. ابتعدي. لقد كشفنا. بينما تستعيد الشرطية وعيها، الشيء الرئيسي هو تغيير البدلة في المرة القادمة. مرحباً، لقد جئت للتنظيف. أولاً أحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة عليك، ربما تحملين شيئاً خطير أو غير قانوني. لا تكوني سخيفة، أنا عاملة تنظيف. هل تريدين كيت كات؟ شكراً جزيلاً، لكن الشوكولاتة ليست أهم من العمل. ماذا يوجد في الدلو؟ في
الدلو، لا يوجد شيء. ماذا تفعلي بي؟ لدي 10 منازل أخرى، لا تزعجينني. ماذا يحدث؟ سأخرج على الأقل، سأنظف. أندي، لقد أحضرت لك دروشكا. وجدت الثلاثة. الثلاثة هو واحد فقط. مستحيل، لقد وجدت ثلاثة أسماك ذهبية. سمك؟ من يسمي السمك دروشكا؟ إنه ليس هو. اهدأ، ستأتي الشرطة خلف الأسماك. سأخفيها، لكن أين أنا سأضعهم؟ بالضبط في المرحاض. هناك أيضاً ماء، مما يعني أن الأسماك ستكون آمنة وسليمة. ماذا يحدث؟ لماذا الماء على الأرض؟ لماذا أتيتِ؟ كنت على وشك الذهاب إلى المرحاض. سنغادر على وجه السرعة. آمل أن تجد دروشكا. بدونه أشعر بالسوء. أفتقد كلبي كثيراً. أتمنى أن يكون بخير. مرحباً، اسمي جيري، وأتيت للتحقق من بعض الأشياء. افحصي حقيبتي. يبدو أن كل شيء على ما يرام. تفضل بالدخول. قف. أولاً، هل يمكنك إلقاء نظرة على مقعدي؟ لقد كسر، لا أستطيع تصليحه. كرسي، نعم، يحدث كثيراً، كل شيء بسيط. نحتاج إلى لاصق. لاصق؟ نعم. مرة أخرى وضعت السلطات أرخص مصلح. حسناً، لدينا مشكلة مع هذا الضوء. هل يمكنك أن تثبتي هذا المصباح الكهربائي؟ بالتأكيد، بالنسبة لي هذا شيء بسيط. الآن أنا بحاجة لمعرفة كيفية الوصول إلى أندي. بالضبط، للقيام بذلك علي حفر حفرة ضخمة في الحائط. أعتقد أن المطرقة ستساعدني. جدران السجن أقوى من أي مكان، لكن لا مشكلة، ليس لدي هذا المثقب. ما هذا؟ يبدو أننا بحاجة لاتخاذ تدابير قصوى. الآن هذا بالتأكيد سيعمل. ماذا يحدث؟ لا تقلقي، كل ما أحتاجه هو إدخال المصباح الكهربائي. أخيراً سيرى أندي صديقه. أين دروجوك؟ إنه بالتأكيد لن يتناسب مع هذا الثوق. ماذا؟ هل هذا فأر؟ ماذا حدث؟ من أين أتى هذا الجرس من الحائط؟ قبل فوات الأوان سأذهب. مساء الخير، قبضت على مجرم خطير، إنه لص. هذا النمس أنا بحاجة لوضعه في زنزانة. الجميع كان يحاول الإمساك به لفترة طويلة. ادخلي، الزنزانة جاهزة. أين موزتي؟ ماذا يحدث هناك؟ جين، لقد أتيت مع دروشكا. نعم، ها هو. هل أنت سعيد برؤيته؟ هذا نمس وليس دروشكا. كيف هذا؟ مسكين أيها الحيوان. لحظة، ماذا يحدث؟ أنت لست شرطيا، يجب أن أتخذ الإجراءات المناسبة ضدك. أين أسلحتي؟ يبدو أن هذا النمس محترف في السرقة. ما هذا؟ هذا ليس جميلا. حان الوقت، نحن آسفون، سنذهب. قفي. لا، لن تلحقي بها، لن أسمح لك. أتعرف ماذا؟ لن أطعمك كل اليوم. خذ هذه الموزة، ستأكلها طوال اليوم. صحة وعافية. اسمحي لي بالدخول، أحضرت طعاماً للسجناء. آمل ألا توجد حيوانات بالداخل. حصلنا مؤخراً على نمس. أي حيوانات؟ هذا خاطئ. بالتأكيد. هل يمكنني الحصول على هذه الأجنحة؟ أنا جائعة جداً. بالتأكيد، صحة وعافية. أخيراً سآكل. يمكنني تناول الطعام بشكل طبيعي. حسناً، من أين يأتي هذا الشعر؟ أعتقد أنني فهمت.
أندي، أنا جين، أحضرت دروشكا. حقاً، أخيراً، تعبت من الانتظار. طار الطهو لمدة ساعتين. ها هو دروشكا السريع والرشيق. هذا ليس دروشكا، إنه أرنب. فهمت كل شيء. هذا أنت مرة أخرى مع حيواناتك. ماذا؟ أية حيوانات؟ تحت الأغطية. لا يوجد شيء. مستحيل. بداخله كان هناك شعر ما وصوف. أترين؟ لا شيء، لقد بدا لك. كان لا أعلم أنك تخفي شيئاً. عن ماذا تتحدثين؟ لم أرى أي شيء. أحسنت عملاً أيها الأرنب، لقد تمكنت من القفز تحت القبعة. قفي، إلى أين تدخلين؟ سأذهب إلى أندي، أنا زوجته. لدينا عائلة وطفل صغير، هل يمكنني الدخول؟ كل ما في الأمر أن الطفل يشتاق إلى والده بالفعل. طفل، بالتأكيد ادخلي، لم يقل أندي أي شيء عن عائلته. أندي، أنا مرة أخرى، يبدو أن هذه المرة أحضرت لك دروجوك. لماذا لم تقل على الفور أن دروجوك هو كلب؟ دروجوك، في النهاية أنت معي، كم اشتقت إليك، أعطني إياه. الآن إنه ممتلئ الجسم، لا يمكنه المرور عبر القضبان. أوه، أمسكي به، هو يركض. ماذا يحدث؟ لماذا تحول مركز الشرطة إلى حديقة حيوانات؟ أيها الكلب، إلى أين؟ ساعدوني، لقد تعرضت للهجوم. يبدو أنها الفرصة للسماح لأندي للخروج. المفاتيح هنا. تستطيعين إخراجي؟ نعم، حالاً ستكون حراً، فقط أختار المفتاح الصحيح. أعتقد أنني أعرف كيف أهدئ هذا الحيوان. هل تريد النقانق؟ أنا أعلم أنك سوف تفعل، اذهب وأحضرها. الآن اذهب معي، هناك عقاب. حسناً حسناً، ماذا تفعل؟ لا شيء، أنا في الواقع هنا. دروجوك، ستكون الآن مع صاحبك. صحيح، سيتعين عليك الجلوس في الزنزانة معاً. أوه، صديقي دروجوك، أخيراً نحن مع بعضنا البعض. وأخيراً يمكنني العودة إلى المنزل. وأنت حولت السجن إلى حديقة حيوانات، لذلك ستجلسي خلف القضبان لفترة من الوقت. الآن لن تكونوا حزينين أبداً. وأنا سأذهب لتناول الطعام. الآن أصبح المكان مزدحم. حسناً أيتها الفتيات، هل أنتم جاهزون للتحدي؟ ستكون جائزتكم الأولى نافورة الشوكولاتة. إذا حاولتم رسم كل شيء جميل بالألوان الموجودة على طاولتكم، فإن النافورة هي ملككم. لديكم دقيقة واحدة. حان الوقت لبدء الرسم. أنا حقاً أحب هذه الألوان. لا يتركوا أوساخ على الورق. اللعنة، ليس لدي اللون البني. كيف سأرسم؟ جولي، يمكنني أخذه منك؟ لا، أبعد يديك. حسناً، إذن علي أن أتصرف بطريقة مختلفة. إذا لم يكن لدي طلاء بني لأرسم به، سأرسم بالشوكولاتة. سأستخدم الشوكولاتة الحقيقية. هذه فكرة رائعة. صحيح، لا نريد أن نشرب كل شيء. أعتقد أن القليل من الطلاء سيكون كافياً بالنسبة لي. كم هو لذيذ؟ الآن يبقى معرفة كيفية الرسم بقطرتين من الشوكولاتة. ولدي كل شيء جميل. ليس علي أن أقلق، الجائزة ستكون لي بالتأكيد. واو، كل شيء يبدو رائعا حقا بالنسبة لك. لا أستطيع السماح لجولي بالفوز. أحتاج إلى إفساد رسمتها بسرعة بينما هي تحلم بهذا. انتهيت، الآن فرصتي بالفوز أكبر بكثير. يا فتيات، حان الوقت، أظهروا روائعكم التي رسمتوها.
من تجرأ على قص تحفتي؟ حسناً باربي، يبدو الأمر مقرفاً. هذا لا يشبه الشوكولاتة على الإطلاق. ما رأيك بعملي؟ جين، أنا معجب بك، لكن هذه المرة من الواضح أنك لم تجربي باجتهاد. واو جوليا، عملك ببساطة مذهل. هذا مفهوم، لا شيء يتفوق على مهاراتي في الرسم. وكيف هي الشوكولاتة؟ شهية. هذه المرة ستكون جائزتكم أروع، آيفون جديد تماماً، ما رأيكم به؟ لديكم دقيقة واحدة، دعونا ننطلق. هذه المرة ليس علي أن أرسم بألوان غبية. من الأنسب القيام بذلك بأقلام الفلوماستر. أنا أحب الألوان أكثر. هذا لا ينجح بشكل جيد. نعم، اتضح أنه أعوج. يبدو أنها صورة رسمها شخص سكران. لا تزعجينني. ماذا علي أن أفعل؟ بالضبط، فكرة. لكن لتنفيذها أحتاج إلى الآيفون. الآن أنا بحاجة إلى قص الصورة في مقدمة الصندوق، ثم يمكنني الفوز بالتأكيد. حسناً، لقد حان الوقت، أظهروا ما تمكنتم من رسمه. ما رأيك بعملي؟ لم أقصد ذلك. ألا تخجلي، الغش ليس جيداً. جولي، عملك أيضاً ليس الأفضل، يمكنك أن تفعلي شيئاً أكثر روعة. لكن جين لديها رسم رائع، إذن هي من ستحصل على الجائزة، الآيفون. تفضلي جين، أنت تستحقي هذا الآيفون. هاي، حلمت به، شكرا جزيلا. أعطني لأجرب. لا. هاي، لماذا لا يعمل؟ لماذا يدي متسخة؟ ماذا أعطيتني؟ هذه الشوكولاتة. أعطني شوكولاتة. لن أعطيك أي شيء، سوف أكله بنفسي. أنا أحب الشوكولاتة أيضا. بخيلة. حسناً، لا مشكلة، ستندمي على مواجهة جولي. هذا للشوكولاتة خاصتك. دعينا نرى كيف ستأكله الآن. ماذا فعلت؟ لقد ذاب في كل مكان. على الرغم من الفرق، لا يزال بإمكاني أكله. وأنا؟ لا تلمسيها. هل أحببتم الألوان الجديدة؟ إذن سوف تحبون البوب إيت أيضاً. صغير جداً. بالطبع لا، كنت أمزح، ها هي جائزتكم الحقيقية. الجميع يحب أن يلعب بهذا البوب إيت. لقد بدأت دقائق الرسم خاصتكم، إذن أسرعوا. أريد هذا البوب إيت، أود أن ألعب به طوال اليوم. يبدو أن باربي لدينا تحلم، يجب أن نوقظها. مهلاً، ماذا فعلتم؟ ها هو الرد. لماذا على وجهي؟ سيصبح لدي حب شباب. تستحق ذلك، بشكل عام أعطتيني فكرة مثيرة للاهتمام. سأرسم البوب إيت بأصابعي. يبدو رائعاً حقاً، أحتاج إلى تجربته أيضاً. لكن ليس بإصبع واحد، بكل الأصابع. سيكون رائعاً. هل ترسمون بالفعل؟ ماذا علي أن أفعل؟ بالضبط، لزيادة السرعة أحتاج إلى شوبك. الآن أعطني يدك يا جولي. الآن سأرسم بسرعة، أكثر من كل الرسمات. اللعنة، لم أنجح كما كنت أفكر. كيف هذا؟ ماذا فعلت؟ يا فتيات، حان وقت التوقف، لقد انتهى الوقت. ماذا يا باربي؟ رسمك ليس سيئاً، لكن كنت أفضل. جين، ما هذا؟ لن ينجح في أي مكان. لكن جولي فعلت ذلك بشكل رائع، إنها تبدو حقاً مثل البوب، ستحصلي على الجائزة. الآن لن تسمعونني لوقت طويل. هاي جولي، نحن هنا. أعلم أنه يمكنني المساعدة. جولي، لم تنجحي. هناك حاجة ماسة لشيء أكثر حدة. لا شيء يساعد. ما بها؟
أنا فقط بحاجة لالتقاط البوب إيت من جولي. هذا كل شيء. ماذا تفعلي بصدق أقول لك؟ رائع حقا. أخبرتك؟ ليس لدي أصدقاء على الإطلاق. انظروا، هذه المرة هناك ألوان جديدة تبدو رائعة. أتساءل ماذا يوجد داخل الأنابيب؟ بحاجة لإلقاء نظرة. مهلا، لماذا فعلت ذلك؟ بحيث يمكنك إلقاء نظرة فحص على الطلاء. بالمناسبة اللون الأخضر يناسبك كثيرا. ليس مضحكا، هذا مؤلم. توقف عن الجدال، الأفضل أن تنظروا على ماذا ينتظركم. هل هو رائع؟ لا تخافوا، أريد فقط ملء أكوابكم بالماء. واو، هذا رائع. الشخص الذي يرسم بشكل أفضل سيحصل على هذه البندقية. لقد بدأ الوقت. أود حقا هذه البندقية. سأحاول أن أرسم بشكل جميل قدر الإمكان. أنا أيضا أتمنى أن يستمتع المضيف بعملي. ليس من المهم فقط صب الألوان، من المهم رسم الخطوط العريضة للمسدس بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك لن أنسى التفاصيل الصغيرة، هذا أيضا مهم جدا. أنا أوافقك تماما، بشكل عام أحتاج إلى المحاولة بجد. حتى الآن أنا لست رائعة جداً. نعم، يبدو أنك نسيتي كيفية الرسم، لكن باربي هي منافستي. أنا بحاجة إلى القيام بشيء ما. باربي انظري، من هناك؟ أنت تنظرين هناك وأنا أبدل الصور. مهلاً، من سمح لك بلمس رسومي؟ حسناً، لقد ذهبت كل جهودي. تستحق ذلك، ولكن الآن الجائزة لي. انتهى الوقت يا فتيات، أظهروا ما رسمتوه. جين، هذا ليس جيداً. قبل ذلك كنت ترسمين بشكل أفضل. جولي، من الواضح أن عملك أفضل، لكن ليس كثيراً. لكن رسم باربي رائعاً حقاً، تهانينا. باربي هي من ستأخذ بندقية الماء. الآن يبدو أن الوقت قد حان للانتقام. من حقيقة أنك لم تدعينني أفوز، لكنني فعلت ذلك على أي حال. خذي هذا، هذا لكم. أوه، هذا كثير جدا. شاهدوا الشطيرة اللذيذة التي ستحصل عليها من تقوم برسم أفضل. القواعد هي نفسها. لقد بدأت الدقيقة. أتساءل بماذا سنرسم هذه المرة؟ واو، أقلام خشبية. رائع، أقلام خشبية ملونة جيدة. أخيرا أقلام، أسهل طريقة للرسم معهم. عندما نخطئ يمكننا المحي. لكن الشطيرة تبدو لذيذة، أريد فقط أن ألتهمها في أسرع وقت. أستطيع أن أتخيل بالفعل كيف سآكلها. يسيل لعاب باربي على رسومها وهي لا تلاحظ حتى. هاي باربي. ماذا فعلت؟ الآن ورقتي بالكامل مبللة. اللعنة، ماذا سأفعل؟ عليك فقط أن تتأملي وتشاهدي كيف نرسم باحتراف. هذا ما أفهمه، رسم رائع. إنه جيد لدرجة أنه من الصعب تحديد مكان وجود البرجر الحقيقي. واو، فعلا رائع، أنا حقا أحبه. اللعنة، بينما أشاهد رسمة جولي حطمت خاصتي. حان وقتكم، أعرضوا روائعكم حالا. حسنا باربي، لسبب ما كل شيء في الماء. وجين لديها رسم بسيط للغاية، وكأن طفلا رسمه. لكن جولي جعلتني سعيدا جدا، هي التي ستحصل على البرجر. هاي، أخيرا يمكنني الأكل، حلمت به لوقت طويل. هذا سيء للغاية، لا تعرف كيف تأكل على الإطلاق.
اشتركوا في قناة هاها نام، بعدها سترون تحديات رائعة ومسابقات مثيرة. إلى اللقاء وأبقوا معنا.